قبل ما ادخل في تفاصيل وقبل ما اتكلم على العناوين واهم الاخبار بتاعت النهارده، وبالمناسبه النهارده طبعا فرقتنا رجعت للتدريبات مره تانيه عشان تستعد لمواجهه الترجي، كلمتين كده بس عشان طبعا في المقام الاول اللي يهمني منهم جمهور النادي الاهلي، وما فيش مانع انه جماهير الانديه تسمع برضو لعلهم يستفيدوا. الحقيقه الكلام على فكره المؤامرات وخصوصا في التوقيت ده ما زال مستمر، وحضراتكم عارفين انه الاهلي تقريبا شبه متفوق ومحقق العلامه الكامله في كل مشاوير البطولات اللي بياخدها. حقيقه يمكن نمره واحد اذا كان في نادي بيتعرض لمؤامرات، واذا كان في نادي تعرض للظلم مش بس جوه الملعب لكن كمان بره الملعب، فهو هيكون النادي الاهلي، وكله بالحسابات وبالارقام والمواقف كلها مسجله ومتدونه في السجلات، ووقت ما تحبوا نطلعها هنطلعها. نمره اتنين، افهم كويس جدا انه المؤامرات دي تنطبق على جوه مصر اذا كان في مؤامرات يعني، لكن طب ده يحصل ازاي في بطوله زي بطوله دوري الابطال النجمه التاسعه اللي حققها النادي الاهلي، واللي كانت حتى على حساب نادي الزمالك المصري الوصيف المعتاد في كل البطولات، سواء كنا بنتكلم على ارقام في بطولات افريقيا او كنا بنتكلم على حساب البطولات المحليه. نتكلم ازاي على المؤامرات في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه، ازاي ممكن يعني الاتحاد الدولي يتآمر لصالح النادي الاهلي على حساب مين؟ على حساب صاحب الارض والجمهور او صاحب الضيافه الداخلي القطري، ولا على حساب بايرن ميونخ مثلا اكبر نادي في العالم في التوقيت الحالي واهم نادي في اوروبا، ولا على حساب بالميراس بطل البرازيل وبطل امريكا الجنوبيه؟ افهم ازاي ممكن المؤامره دي تحصل؟ يعني دايما بيقولوا انه انك تكسب البطولات هو افضل رد على الناس اللي بتتكلم كتير واللي ما عندهاش شغل غير انها تتكلم وبس، لكن حتى مع البطوله الاخيره اللي حققها النادي الاهلي وحسمه للقب سوبر افريقيا ما زال الكلام مستمر على مستر موسيماني، وده شيء الحقيقه لا مقبول ولا مفهوم. يعني افهم انه الناس تتكلم مثلا، يعني اذا كنا بنتكلم على الانديه اللي في محل منافسه مع النادي الاهلي، اتكلمنا مثلا على بيراميدز من حيث كواليتي اللعيبه او من حيث حجم الانفاق على الصفقات او من حيث القيمه الماليه للاعبين ممكن يتحط في مقارنه مع النادي الاهلي، او من نادي زي نادي الزمالك برضو من حيث البطولات والتاريخ من الممكن ان هو يتحط في مقارنه مع النادي الاهلي. ما بسمعش حد خالص بيتكلم على اروى بارينا، وما بسمعش حد خالص بيتكلم على كارتيرون، والكلام كله موجه لموسيماني، وده شيء الحقيقه اصبح لغز محير. ما اعتقدش انه ممكن يكون في او ليه تبرير غير انه مجرد شماعه بيتعلق عليها فشل، شماعه بيتعلق عليها اخطاء، لكن فكره انك تهاجم موسيماني في هذا التوقيت اعتقد انها اصبحت اسطوانه مشروخه، وبالنسبه للاهلي وجماهيره اعتقد كمان اصبحت غير مقبوله. ده كان مهم جدا نتكلم فيه في البدايه.